وبالنسبة للندوة الصحفية ديال الوالد الركراكي، كيف العادة دائما في هذاك المراح في هذيك الابتسامة مع الإعلاميين، كذلك فيها رسائل مهمة، فيها كذلك إشارات بالنسبة للمنتخب اللي غادي يواجهه، فيها إشارات كذلك بالنسبة للزملاء الإعلاميين شكون اللي ممكن يلعب، رغم أنه دائما من خلال الكلام ديالو كيخلي الأمور فاك، كيخليها شوية مفتوحة باش أنه ما تقدرش توقع لا طريقة اللعب ديالو ولا كذلك التشكيل ديالو، رغم أنه في بعض الأحيان كيعطي إشارات كذلك بأنه كاين لاعبين اللي غادي يكونوا حاضرين، فهو تكلم على اللاعبين والجاهزية ديالهم بأن الجميع جاهز بما فيهم عطية الله، ما عدا خلى واحد شوية الأمور مفتوحة فيما يتعلق باللاعب مزراوي، تكلم كذلك على أن التركيبة فهي غنية بوجود مجموعة من العناصر، وانا كذلك ما كنامنش بهذيك القضيه ديال الفرقه اللي كتغلب هي اللي كتلعب، فقال بانني كل مباراه وعندها طريقتها، ربط كذلك الامور بالكليما، وهنا كيبان بانه لا داعي باش اننا زعما غادي نطرحوا الاسئله ولا داعي للجماهير انها باش تخوف الكليما، حتى انا راني خدمت عليها وعارف واش كندير فيما يتعلق بالكليما، وهنا ربطها بالنقطه ديال الايقاع، قال بان دائما جوج ديال المنتخبات، المنتخب الاول مره كينزل الايقاع، المنتخب الثاني طلع العكس دائما كتنزل، اللي شفنا المباراة الأولى بأن الركراكي نزل الإيقاع تقريبا جوج دقائق كيطلع 10 دقائق ينزل، أتوقع من خلال الصورة والهضرة ديالو على أنه المباراة الثانية بأنه غادي يلعب 10 دقائق إيقاع مرتفع، من بعد ينزل يريكيبيري بواحد 5 دقائق باش أنه يمشي الأمور. كذلك بالنسبة للتشكيلة من خلال الحديث ديالو كيبان بأنه ما غاديش يغير التشكيلة اللي شفناها في المباراة السابقة، ممكن يكون تغيير واحد لأنه تطرق لواحد النقطة ديال أن اللي كان غادي يلعب رسمي هو بوفال، لكن في آخر لحظة فهو دخل زوزوري، أتوقع من خلال هذه النقطة بالضبط على أنه ممكن العودة ديال بوفال في التشكيلة الرسمية ويحتفظ بالجروب اللي لعب المباراة الأولى. بصفة عامة فهي خرجة إعلامية موفقة بالنسبة للوالد الركراكي، عادي جدا على أنه ما تعطيش كل شيء للإعلام، الأهم بالنسبة لي نحن كمغاربة باش نعرفوا كلش، وانما الاهم هو اننا ننتصر في المباراه الثانيه. وندوا بان فيها سي وليد الركراكي اصبح متمكنا من طريقه تواصله، متواضع، تعرف يجاوب شنو ما بغى، رغم الاسئله بعض الاسئله المستفزه من صحبه الكونغوليه بقى هادئ، وطلع بزاف الفريق الكونغولي باش يزول الضغط على المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي حتى هو كيفاش لعب في المباراه الاولى وعرف يتحكم في الايقاع، رغم ان المباراه غدا أتشرف واحد نسبة رطوبة عالية، وهي اللي صعيبة ماشي الحرارة اللي صعيبة، الرطوبة هي اللي صعيبة، يعني أنت عايش معنا في جوج النار يا خشي الزنقة تتفزق، وبالتالي الطريقة باش تمكنوا يسيروا الإيقاع ديال المباراة الأولى بالإضافة إلى الاحتياط الذي أصبح أقوى من احتياط المونديال، تنظن المنتخب المغربي عنده الآليات الكافية باش يفوز بالمباراة إن شاء الله بسهولة. اليوم تابعنا الندوة الصحفية للناخب الوطني وليد الركراكي اللي كتسبق مباراة الثانية أمام منتخب كونغو الديمقراطية، أكيد الناخب الوطني ظل وافيين لتصريحاته، شفنا واحد الروح اللي كيانسبيريها الركراكي، روح اللي هي إيجابية، تحقيق الانتصار هو الأهم في هذه المباراة، لأنه غيخليك انك تضمن تاهل الدور المقبل، ومنتخب كونغولي ماشي منتخب سهل، مباراه ما تكون سهله، نتمنوا نشوفوا نفس الروح اللي كاينه في اللي كانت في المباراه الاولى، رغم الاختلاف اللي كاين ديال عامل التوقيت غنلعبوا على الساعه الثانيه، كاين عامل الرطوبه والحراره، ولكن قال وليد انه هذا ليس مبرر والفريق على اتم جاهزيه، وتحضر لهذه الاجواء في ظروف جيده قبل ايام من انطلاقه الكان، احنا واعيين بانه تيقين في اللاعبين تيقين في المجموعه باش ان شاء الله نحققوا ثلاثه نقاط ونضمنوا التاهل. خرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.